شوف امشانات توين دس كان دي حنجرني مزيانا اسوفراب وارتقني ميكاني ولو يتخشد يتفرغ دي الزنق زد غغدا توين دي تفرغني دي الزاف دي الدار ثاني خصايا بروسي من المدي دي ميكان ادياوي يدي دوينات ويتقبو فرادا فرادا شطو بامان يتو يتفرغ دي الزنق دي تقاغدا المرض وماشي معقولون غاية فن منايا خصايا بروسي ليش النقطة مع زي حمد يبداو مفراد من؟ ها؟ ابي دا ومفرد هذا يجينا تسنت ميكاس شدن واسنت قلبو ما ندي تخون شيء يخسى وارت قلبو يا ما ندي تخون شيء انه مفرد يخسى يديرو الخنشات جي من قيع وتشتاب يكون في السطر بلا يديك بلا يخليك ماشي بالوسخ الناس راهم وسخين انا كيجيبوني الوسخ كيحطوه لي قدام الدار ماشي حشومه يديروا الخراشين صافي السلام عليكم ورحمه الله سي ميمون شنو غادي نقولوا لك ان هذه المنطقه هذه كانوا فيها هاد البقعه الارضيه اللي صعب كنشوفوا الحاويات ديال القمامه فربما وقع شي نزاع ولا شي حاجه ما عرفناش بحالاش انا ما فهمتش من بعد ولاو كيرميو هنا هزوا دوك الحاويات ديال النفايه هزوهم من هنا ولاو كيرميو هنا ولكن حنا خصنا السلطة هي اللي تنوض هذه المسألة هذه تسجعنا باش نسجعوا على حساب هاد الناس هادو اللي كيرميو اللي كيصيفطوا ولادهم صغار مثلا عنده 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين ما كيقدرش يوصل هو لذاك السطل ديال القمامة أو الحاوية ديال القمامة ما كيوصلوش وكيرمي في الأرض وكتولي هاد المكان كيولي ما فيه ما يتشاف إلا هضرتي مع العائلة ديالو هضرتي مع هاد الولد هذا كيقول لك ماشي شغلك إذا خصها السلطة تضرب بيد من حديد باش ديك الساعات ما يبقى حتى شي واحد يتحرك في هذه المسائل وحتى بالنسبه للشرطه الاداريه خصها تحرك على هذه المسائل باش تبقى لنا حنا المنطقه ديالنا نقيه حنا على من كنهضروا كنتكلموا هاد الدراري اللي كيجيو كيرميو كيخليو الحاويه وكيرميو وحدها هذا هو على من كنتكلموا الا كنا كلشي كنديروه القمامه ديالنا كنجمعوه ونحطوها في الحاويه ديك الساعات حتى بالنسبه العمال النظافه ما غيجيهمش واحد الشيء اللي صعيب عليهم لا يجيو يهزو حتى هما كيتمردوا وهذه نشهد بذلك اذا هذه المسائل هادو نستنكر ما يقع هنا على حسب الساكنه رساله الساكنه خصهم يفكروا الى هما لوثوا هذه البلاصه هذه يفكروا في الديور ديالهم واش يمكن لهم يحطوا حدا الديور ديالهم واش يمكن لهم غير على الرصيف واش يمكن لهم حدا الديور ديالهم على الرصيف يديروا هذه المسائل هذه